للثانوية العامة. ساعات كده بتفصلنا عن انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، فنزلنا الشارع وسألنا طلبة الثانوية العامة عن أكتر حاجة بتوترهم في لجنة الامتحان. تعالوا نشوف الإجابات من خلال التقرير التالي. قولي ايه اكتر حاجه بتوترك وانت في لجنه الامتحانات؟ لو مراقب رخم مثلا، الامتحان جه تنح شويه، لو حد اغمى عليه، الكلام ده كله. بس لو في اي صوت يعني صدر في اللجنه وكده، ده بيوترني لاني ببقى عايزه هدوء عشان اعرف اركز في السؤال وكده. اي صوت كان من اي طالب او اللي واقف او اي حاجه من كده، دي حاجه بتوترني. المراقبين نفسهم اصلا هما اللي بجد بيخلوني ممكن ما اعرفش احل اصلا بسببهم. وانا في سنه تانية السنه اللي فاتت كان عندي برضو مراقبه، انا بجد كنت مذاكره اصلا كويس جدا، بس بسبب التوتر اللي عملته لي وبس، وفاضل وقت كذا وفاضل مش عارف ايه، خلتني اصلا بجد انسى نص الامتحان تقريبا. فهي دي بجد اللي اكتر حاجه بتوترني، هي المراقبين. وممكن كمان لما كنتش فاكره سؤال، انا من النوع بتوتر جدا لما كنتش مش عارفه سؤال، ممكن نص الامتحان اصلا ما حلوش. المراقبين الكتير قدامي، كذا حد مثلا يبقى واقف عليا وكده، او الصوت العالي الكتير مثلا، يبقى اللجنه كلها ساكته فحد يزعق من لا شيء، انت بتفصل تركيزي، انا مش عارفه اركز ولا عارفه احل، فاهمه؟ بس كمان بقى موضوع الشرطه، يبقى في بوليس تحت وكده، الموضوع ده بيوتر جدا، احس ان هياخدوني يودوني السجن انا ما عملتش حاجه. مقابل بيقعدوا يتكلموا ساعات، بيخشوا في حوارات وكده، او ان هم يقعدوا كل شويه يزنوا علينا في الورق، يقعدوا كل شويه يتكلمونا، ما تنسوش كذا ما تنسوش كذا، فالموضوع ده بيوترني، بحس ان هم كل شويه بيفصلوني عن المود اللي هو بتاع الامتحان. فانت اتمنى يعني ان شاء الله في اللجنه ما يحصلش الكلام دوت، يعني دي اكتر حاجه بتوترني. لما تكون اللجنه كده فيها زحمه وكده وفيها غش كتير، يعني اكيد. يعني قول لي في حاجات تانية بتوترك وانت في اللجنه، ايه هي؟ لو في صوت وكده في اللجنه ومراقبين مش بتشد على اللي كان خالص، دي المشكله. بس ان مثلا يكون في صوت حواليا، او المراقبه تكون مش مراعيه ان احنا في لجنه امتحان ثانويه عامه، فتزعل. دي المفروض يبقى في هدوء في اللجنه، بس حد مثلا يعيط، حد يغمى عليه، الكلام ده يعني ممكن اتوتر. المراقبين لو شادين قوي، حد في اللجنه عمل حاجه، المدرسين يروحوا يعني يشدوا على اللجنه كلها، فده بيوترني وانا في الامتحانات. المدرسين يزعقوا كده واللجنه تبقى شاده، وان العيال تعيط بسبب مثلا اسئله صعبه ويعيطوا، فده هيوترني يعني. المراقبين، ولو مثلا في حد بيتكلم وكده مثلا، او الورقه بيزن عايز سؤال يعني، بس كده. الامتحان نفسه اصلا والاسئله والحاجات ديت، لما اشوف سؤال صعب بتلجم بصراحه، ما بعرفش ابقى عامل ايه، بخاف بصراحه، بتوتر من الامتحان وكده بقى، بحس ان انا عاجز، اعرف ما اعرفش اكتب، اجابه بتبقى طالعه بالعافيه بصراحه يعني. بس يعني ان شاء الله هنكتب ونجاوب ان شاء الله وننجح كلنا باذن الله. يا رب خير.